اهلا بكم الى عالم الاقتصاد. استعجل النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي قرار مجلس الوزراء بشان تعيين اصحاب الشهادات العليا واطلاق التعيينات على حركه الملاك للسنوات الثلاث الماضيه. وقال بدر الزيادي ان قرار مجلس الوزراء باستيعاب جميع حملات الشهادات العليا في عموم الوزارات ورفع نسبه 30% للتعيين في الجامعات الحكومية والأهلية، كذلك قرار إطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات الثلاث الماضية ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، أمر يستحق الوقوف عنده كثيرا. وأضاف أن الحكومة بهذه القرارات تؤكد بأن لديها الحلول لاستيعاب أزمة العاطلين عن العمل دون أن تفعلها، وإلا أين كانت حكومة عبد المهدي قبل أن تندلع التظاهرات المطالبة بالحقوق؟ أعلنت مديرية زراعة كربلاء أن مشاريع بيض المائدة العاملة في محافظة كربلاء أنتجت خلال الفترة الواقعة بين منتصف آب ومنتصف أيلول الماضي ما يقارب 18 مليون بيضة تم تسويقها إلى الأسواق المحلية. وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطاي إن عدد الدجاج في هذه المشاريع المنتجة للبيض بلغت أكثر من 827 ألف دجاجة. وأوضح أن هذه المشاريع تم تنفيذها ضمن نظام التربية بالأقفاص من قروض المبادرة الزراعية، وتقدم لها العديد من الخدمات كالأعلاف والمواد البيطرية بأسعار مدعومة. تعتزم محافظة ديالى إنشاء معمل كبير لإنتاج الأدوية بكلفة 500 مليون دولار. وقال علي الديني رئيس مجلس ديالى أنه استقبل كابي غابرييل المدير المفوض لشركة بي اف سي التي تسعى لإنشاء معمل أدوية عملاق في ديالى والوفد المرافق لها. وأضاف أن المعمل مخصص لإنتاج الأدوية السرطانية ومعالجة الأمراض المزمنة ويستوعب أكثر من 1200 موظف بمختلف الاختصاصات. ويعاني العراق من ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالأمراض السرطانية، والإهمال حكومي واضح وصريح للتعامل مع هذا الملف في ظل تخلف المؤسسات الصحية والفساد المستشري فيها، فضلا عن شح الأدوية والمستلزمات الطبية. أعلنت وزارة الزراعة عن توسيع المساحات المزروعة للخطة الشتوية المقررة 2020 بقرابة 16 مليون دونم، مؤكداً أن الخطة ستشمل عموم المحافظات ومختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والخضر والبساتين. وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي أن الخطة الزراعية الشتوية هي أكبر خطة يشهدها القطاع الزراعي خلال الأعوام الماضية بواقع 15 مليون و600 ألف دونم مقارنة بالموسم الشتوي السابق البالغ 12 مليون دونم. وبيّن أنه تم إقرار الخطة من قبل اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية بعد الموافقة على المساحات المقترحة من قبل وزارة الزراعة. ويعاني العراق من ندرة المحاصيل الزراعية وعدم كفايتها للسوق المحلية بسبب الإهمال الحكومي، فضلا عن شح المياه والتصحر. كشف صحيفة يونايتد نيوز أوف بنغلاديش أن شركة والتون التي تتخذ من بنغلاديش مقرا لها قد بدأت في تزويد العراق بضواغط التبريد للثلاجات إلى العراق. وذكرت الصحيفة أن القائمة بأعمال السفارة العراقية في بنغلاديش مهند الدراجي قام بافتتاح مكتب تصدير الضاغطات في مكاتب الشركة، بالإضافة إلى المدير الإداري لشركة والتون، حيث يذكر أن شركة والتون لصناعة ضاغطات التبريد البنغالية تقوم بالتصدير للعديد من الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.